بيقولوا لي انتي اتفاجعتي ولا ايه يا مامي؟ بصراحة كانت وحشاني جدا الأكلة دي، عايزة اقول لكم خطيرة، يعني عايزة اقول لكم بناتي واقفين: مامي انتي اتفاجعتي، مامي انتي بتتوحمي. قلت لهم مش عارفة، وانا جاية هف عليا اعمل فطير مشلتت. طب ما نجيب جاهز يا مامي. قلت لهم لا لا، انا عايزة اعمل فطير، يعني عايزة اعمل حاجة كده بمزاج، طعمه خطير تحفة. عايزه اقول لكم احسن من اللحمه والفراخ والسمك، بجد خطير. عاملاه بطريقه سهله جدا وبسيطه، عايزه اقول لك يعني بص مش هياخد معاكي نص ساعه. زي نرمين ده الفطير بياخد وقت، صدقيني هنعمل فطيرتين قمر بكيلو دقيق، يعني مش هياخد وقت. اول حاجه جبت كيس دقيق ونخلته كويس اهو، طبعا حابه تكتري الكميه طبعا براحتك خالص، انا قلت كيلو كده علشان ما اخدش وقت في المطبخ، ويا دوبك على قد العشاء. خطير حلو جدا جدا جدا، مجنون انا. اول حاجه جبت الدقيق نخلته، بعد كده حطيت عليه ربع معلقه صغننه من الملح. في تركات مهمه جدا جدا هقول لكم عليها في الفيديو علشان تاخدوا فطير خطير وطري. طبعا ممكن تقدري تحطي معلقه واحده سكر، لكن احنا بنحب مسكر شويه، فحطيت بما يعادل معلقتين من السكر. تقدري تحطي واحده او نص واحده او معلقتين طبعا براحتك. حط معلقه بمعلقه الشاي بيكنج باودر، معلقه واحده بس على كيلو دي، لو هتكتري هتكتري البيكنج باودر. تمام كده. بعد كده بقى التركيه اللي بقولك عليها مهمه جدا جدا، هنعجن بميه ساقعه من التلاجة علشان تاخدي فطير ليه عرق وليه مطه. ميه ساقعه من التلاجة، كيلو دي اخي هياخد من كوبايتين لكوبايتين ونص ميه، مش اكتر من كده، بس ما تنزليش بيهم مره واحده. هتنزلي اول حاجه بالكوبايتين، وبعد كده هنخلي الكوبايه اللي هناخد نصها للاخر ونعجن. انا نزلت بالكوبايتين وعجنت، وعصت شويه تاني حطيتهم، اخدت كوبايتين وربع ميه. هنلم العجينه من الطبق كويس جدا، يعني بصوا انا مش عايزه احذف اي حاجه من مقطع العجن ده، هنلم كويس جدا. خلاص ايدك نطفت والطبق بتاعك نضيف، بس يا نرمين العجينه بتلزق في ايدي، احنا عايزين عجينه طريه ملزقه. بصوا الميه بوريها، انا بقى اخدت الطبق بصراحه ونزلت بيه على الارض، فرشت كده وقعدت، انا جايه من الشارع تعبانه مش قادره اقف، وفضلت بقى اعجن بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده مده ما تقلش عن ربع ساعه. بصي صوابعي احمرت ازاي. اهم خطوه واهم تركايه هي العجن دي، لحد ما العجينه تبقى عامله معاكي زي الملبن، طريه بتلزق لكن بتسيب من الايد. نغطيها ترتاح نص ساعه. طيب لازم مهم جدا ان احنا نغطي العجينه ترتاح نص ساعه. مش عارفه هو انا رحت فين. اوهوهو نرمين رحت. رحت اجيب زيت. هندي بس مسحه زيت بسيطه كده علشان وش العجينه ما ينشفش، جو ساقعه طبعا احنا عارفين. ونسيب العجينه بره عادي خالص، تقعد نص ساعه تقعد ساعه براحتك، يعني منين ما تفضي بقى تعمليها. انا طبعا ما قعدتهاش ربع ساعه بصراحه، يا دوبك ارتاحت بس شويه كده. جبت الطبق ده دهنته دهنه زيت محترمه، وهبتدي اعمل الكيلو دي. اعمل معايا فطرتين، كل فطرايه 10 كور، 11 كوره من ضمنهم كوره كبيره، وال10 التانيين صغيرين قد كده، عارفين الكاكا اللي هي عامله زي الطماطم، قد الطماطم، كل كوره قد طماطمايه، يعني مش كبيره قوي ومش صغيره قوي، يعني حلوه متوسطه. طبعا تقدروا تتحكموا في عدد الرقات بتاعت الفطير براحتكم، يعني تعملوا 10 تعملوا 20، طبعا كل ما كنتوا حابينه تخين كل ما كترتوا في عدد الكور. انا عملته بالمنظر حضراتكم شايفينه ده، هغطيه بقى يرتاح هنا نص ساعه بجد. يعني في الوقت ده بقى بعد نص ساعه جبت معلقتين كبار من الزبده، انا شخصيا بحب اعمل فطير بالزبده، على نص كوبايه من الزيت. طبعا تقدري تحطي زبده بس، تقدري تحطي زيت بس، تقدري تحطي زيت على زبده، تقدري تحطي زبده على سمنه، تقدري تعملي بزبده بس، تقدري تعملي بسمنه بلدي، اي ماده دهنيه. جبنه صينيه دهناها طبعا، ما تقلقوش الزبده مش كتير ولا حاجه، الفطيره هتشربها. ببتدي افرد العجينه اهو بايدي، بصوا عشان ارتاحت عامله زي الملبن، يعني بتتفرد بكل سهوله. طب في حته اتقطعت يا نرمينا، ولا يهمك اشتغلي عادي خالص، كله هيتدرى في الاخر. الكره الكبيره اللي بقولكوا عليها دي في الاخر خالص هفردها وهحطها من فوق، والم بيها الكور الصغيره كلها كده، يعني بصوا بالمنظر اللي حضرتك هتشوفيه ده اهو كده بس. خلاص اغطي بقى هنا نص ساعه ساعه، كل ما سبتيه يرتاح كل ما خدتي فطيره بصي ملبن، يعني العجينه كانت طريه لابعد الحدود.
في الوقت ده بقى لما ترتاح طبعا مش هنقعد ساكتين، هنقطع 3 4 حبات من الطماطم، طبعا تقدروا تكتروا الكميه براحتكم، مع قرن فلفل حلو كده اهو. هتعملي ايه نرمين؟ اصبر على رزقكم. هنعمل بقى حاجه ايه؟ بصوا بقى ايه ده، رحتي فين؟ مش عارفه. نرجع للفطير. بصوا انا بعمل بصوابعي كده في النص بحيث اخلي الرقات اللي تحت تمسك كلها في بعضها، وبعد كده بفرد بقى. افردي بقى حبه سمك الفطيره صغير، حبها كبير، طبعا ده في ايدك. بصي اتفردت معايا بكل سهوله. طبعا الفرن قايد على اعلى درجه حراره، رف متوسط، وبدخل الفطيره الفرن. مكملش 5 7 دقايق وبتكون استوت وبقت خطيره بجد. طعمه كان في اهل ماضي خطير بجد، تحفه. بصوا يعني انا بمنتج الفيديو تاني بس بعد ما كنا الفطير. الجبنه دي هاند ميد انا اللي عاملاها، هتلاقوا برضو الطريقه عند حضراتكم على القناه. دي جبنه حادقه، طبعا جبت شويه كده فتافيت من اللي كانوا في ارضيه البرطمان، وحطيت عليهم معلقتين طحينه بس كده اهوت. وقلبي بقى، خدي احلى طبق جبنه حادقه بالطماطم والطحينه. ويا سلام بقى لو عندك شويه نعناع بقى نشفاهم كده. ان انا بجيب النعناع بغسله وبنشفه، هجيب شويه نعناع كده افركهم واحطهم على الوش. يا خرابي على الريحه، خطيره. هي اكله عايزه اقول لكم دمار دمار من كل ناحيه بجد، يعني خطيره. شويه نعناع بقى كده، واوعي بقى مع الفطير بقى، يا نهار ابيض، يعني مش قادره اوصف لكم مدى الطعامه والجمال. حاجه كده بصوا تاكلي من هنا وتحسي ان ضربت في نفوخك على طول. لا بجد خطيره، لازم تجربوا طريقة الفطير بطريقتي، يعجبكم جدا وسهل وبسيط يعني خالص. نعمل بقى بيض عشان الناس اللي مش بتحب الفطير تقدر تاكل بيض. بصوا بقى عشان نعمل فطير عيون حلو تاخدي بيض حلو، بنوطي النار شمعة ونحط البيض بالمنظر دوت، ونغطي عليه وتوطي النار شمعة، رشة ملح صغنونة بنغطي عليه كده. بصوا الفطير اخد لونه اهو، خطير تحفة. طبعا نطلعه من الفرن، نقطعه بقى عشان يبقى سهل في الاكل. بصوا ظهر زي وشه كله زي بعضه، خطير والطريقه سهله وبسيط. احسن ما اقف على الفرن اجيب فطيره ملهاش اي يعني ما فيهاش حاجه بمبلغ وقدره. طبعا دي رقيقه، الصغيره كانت تخينه شويه، فزي ما بقول لكم يعني انا عندي جونيره بتحب الفطير رقيق شويه. بصوا بقى البيض لما بنغطيه يطلع الوش زي الظهر كله زي بعضه، خطير بجد تحفه. لازم تجربوا طريقه الفطير تعجبكم جدا جدا. بصوا هنا بقى يعني ان هم كانوا واقفين ورا الكاميرا، خلصي يا مامي انت جوعتينا يا مامي، الريحه يا مامي خلصي. لدرجه وانا باكل مايفر بتقول لي في ام تاكل من غير ولادها، في ام تاكل كده من غير ولادها. عايزه اقول لكم واقفه هياكلوني، وجونيرا عماله تخنقني تعمل لي كده. بجد طعمه خطير، جربوه يعجبكم جدا. حطوا بقى عسل ابيض عسل اسود، في المجمل تغيير بقى يعني عن اللحمه والفراخ وزهقنا، الواحد عايز اكله حرشه كده تاكله كده. بصوا طبق الجبنه الحادقه ده يعني حاجه تانية. مش عارفه انا عماله اشرح ايه، تقريبا كنت مرشده سياحيه ولا ايه. بصوا خطير. لا انا جوعت تاني، يعني انا عايزه اعمل فطير تاني واكل بصراحه. وهفف عليا اليومين دول فطير بشلت، مش عارفه ليه. بصوا بقول لكم ضرب في نافوخي. لا بجد جميل تحفه، الحاجه البيتي مفيش احسن ولا اجمل ولا اطعم منها بجد، يعني خطير 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 خطير. يلا بسرعه جربوه، استني رايكم في التعليقات، ولايك وشير كتير كتير لو عجبكم الفيديو. اشوفكم في اكله جديده على خير باذن ربنا من بيت العيله واكلات نرمين. وباي باي يا اجمل عيله جميله ليا، اشوفكم على خير باذن ربنا. بوريكم بصوا البيض، بصوا يوم فلاحي، مع احترامي الشديد لكل الفلاحين يعني تاج على الراس. انا اصلا شرقيه يعني شرقاويه، مامتي وبابايا من الشرقيه، فيعني اجمل واحسن ناس الشرقوه. بصوا بصوا الجمال، يعني حاجه جميله. اصحاب القلوب الضعيفه ما تتفرجوش على الفيديو ده. لا جميل. بصوا عايزه اقول لكم بناتي هياكلوني، يا مامي اللي ما عندكيش قلب تاكلي من غيرنا، وكمان بتاكلي عسل، انت عارفه ان احنا نحب العسل الاسود يا مامي.
اخس عليك. بصي انا هنا بغيظ مايفل، والله الله يا مايفل طعمه جميل. بصوا الله يا مايفل، عايزه اقول لكم بعد ما خلصت ضربوني قالوا لي انت كلتي ما تاكليش تاني بقى معانا. خلاص اشوفكم على خير باذن ربنا من قناتي بيت العيله واكلات نرمين. لو انتوا جداد على القناه تنسوش تعملوا اشتراك وشير شير كتير كتير، وباي باي.